شو هذا اكلات؟ منين بدي ادبر مصاري؟ اذا انت ما عم تشتغلوا ما عم تدبر مصاري، انا من وين بدي اجيب؟ ايش بعرفني انا دبري حالك؟ ايش اسوي لك يعني انا؟ لازم لحالك تدبري حالك. اكل قديم حيطلع قدامي يا زلمه. لا ومن كل عالة جيت منك تاكلي معي كمان. قومي من هون قومي. قومي. لك قومي. تاكلي معي؟ قومي دبري حالك قلت لك جاي حتحط لي اكل يابس اكل تعبت 100 سنة. قومي نلعي من هون يلا. نايمة فش ليه؟ أمي أمي نايمة إيش عم تساوي؟ أمي يلا أمي أمي من هون أمي أمي يلا العالم بتشوفك نايمة على الدرج لك يلا أمي أمي حطي لي فطور يلا نايمة يا ولد اتركي هدول اتركي هدول خلص روحي يلا روحي حطي فطور يلا لعن أخت المرة يا زلمة لعن أخت المرة إذا واحد زي بيطلع بروحه عليك ايه اخي واليوم لو تعرف شو عمل فيه بهدلني وذلني وضربني من شان الطبع عم بيقول لي من وين بدك تجيب مصاري وانت بتدبري حالك انا من وين بدي اجيب عم يضربني وعم ينزلني ويهيني وعم ينميني على الدرج بيجيني سكران طول الليل بيجيب لي نسوان على البيت انا شو بدي اعمل يا اخي شو بدي اعمل بغيابك انا انزليت تعال يا اخي وشوف شو عم يصير كمان عم تحكي مع اخوك الميت؟ اطلع لك اياه بالقبر خلى حتى تشكيله؟ ايش بك ايش عم يصير معك؟ ميت ميت هذا الزلمه ميت. صراحة وجاي عم تحكيني معه. يا سيدي هذا التليفون شلونك عايفه عندك؟ اذا بنروح بنبيعه بنحط لنا فيه نفس او ايش نفس يعني؟ بنحط لنا فيه لتر. امي 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 روحي لهذيك الغرفه روحي جهزي حالك مشان اجي اضربك يلا يلا امي طلع لك هاي طول نهار بيري قوم لك قوم قوم دور لك شي شغلة قوم اشتغل انشاءات قوم دور لك على الشغلة اشتغلها جاي بيرك عندي قوم رو يا زلمة المثل حكيتك يا زلمة اشتغل بالانشاءات لسه لو كان عندي ولد اكبر منه كنت انا وهيك عم بشرب بالليل بسهر لوتش الصبح بالاخر بفيع ويروح يشتغل وانا اروح انام احلى دنيا يا رب انا وقت اضربك بتلزلز بتلزلز انتي لفين عندك 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 انتي
انت عم تضرب اختي ولا عم تضرب اختي يا لطيفه؟ لك شو قلت لكم؟ لك تركيني شوي، لك تركيني خليني لك عم تبرجل على البنت، لك عم تبرجل على البنت لحالها، لك لو انت زلمه، لك ما بتقدر تضرب، لك انت مو زلمه، مو زلمه، مو زلمه محمد، ايدك يا محمد خلص ما تضرب وخلص. شو بدك لك انا يا اختي؟ بدك ياني اسكت وتفرج على اللي عم يضربك؟ شو بدك؟ بس بدي اياه يطلقني، انا ما بدي اياه، ما تملك عليه، بس يطلقني ما بدي اياه. تعال هون لشوفك، قوم واقف، قوم واقف لشوفك. لسا عامل حالك زلمه يعني سوى سكت بايدك؟ فكر حالك زلمه طولك طول حيط، عم تتمرجل على مرا؟ دائما سمعتك خرا بالحاره معروف كلب، حقك فرنجين، اصغر ولد بالشارع بدوسك. جاي تتمرجل على المرا بس؟ تعال هون لشوف، طلع لشوف، طلع. لا تحزن حالك كثير، انا طلاق مالي مطلق. لك والله اطلع روح، انا من الله بدي اياها. مطلق ولا لا؟ مطلق ولا لا؟ مالي مطلق. مطلق ولا لا؟ خلص 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 خلص. طلع يلا طلع. انت طالق بالثلاثة، انت طالق بالثلاثة كلب، حقك فرنجين. ماك هيك بتعمل باختي؟ اكتبي مشي معي اختي، في شي رح تاخذيه معك؟ ها جيب شنطتك بسرعة، انا واقف هون. اطلع خلينا نطلع من درجة عندك كلب. امشي اختي، امشي لشوف. ايه صحيح اخي، انت وين كنت؟ وين كنت يا اخي؟ كانوا يحكوا لي انك متت وما عاد ترجع، هو كان يحكي لي عن توهمي واخوك مات، انت وين كنت؟ انا يا اختي صارت معي مشاكل كثير بس ما متت، انا كنت موجود بس كنت بعيد من هون، انحبست وصارت علي مشاكل كثير بس ما كنت عارفان، وانا كنت متوقع هذا الكلب عم يعمل فيكي هيك، انا كان كل همي انتي، وكنت على طول عم فكر فيكي وكيف صرتي، وعم بحلم وبتخيل اني كلها مبسوطه كثير، ما نهار توقعت انه هالواطي عم ياذيكي هيك. وحتى شوف تليفونك يا اخي، شوفه كنت عم ارسل لك كل يوم تسجيلات صوتيه، وانا بعرف انك متت وما هيك، بس قلبي كان حاسسني انك بعدك موجود ما متت. شوف تليفونك بضل يبعث لك دائما بشكي لك، بس ما كنت ترد. ليه ما كنت ترد يا اختي؟ لانه اليوم اخذت الموبايل يا اختي. الله يخلي لي اياك يا اختي، ما في داعي تبكي. خلص هلا انا معك الموت واخو اختي من ايده عليك بعد اليوم، مشي معي.